إذن ما أجمل شاي الصباح في السودان بتفاصيله الجميلة وكمان بحكاوة بالشخصيات ورموزها في المجتمع السوداني. بتشرب معنا شاي الصباح في فقرة معزومين شاي كل صباح من صباحات سودانية. بنجدد الترحاب مجددا بفريق عمل صباحكم زين من النيل الأزرق لليوم اللي معنا في صباحات سودانية بمبادرة من قناة سودانية 24 اليوم لما حدث في النيل الأزرق بالأمس من حريق. الحمد لله النجاة سلامة. لكن مصطفى احنا دائما بننبه لأنه يكون في اهتمام بطرق السلامة خصوصا فيما يخص الاستوديوهات. صحيح الاستوديو بيتم بناؤه عمله بمواصفات يعني تكون تبعد كل مخاطر عنه نعم. لكن لابد من وجود سلامة وأمان يعني في الموضوع. نعم يمكن يعني رويدة الملفت في الأمر أنه ظاهرة حريق الاستوديوهات تصبح بحاجة يعني متعددة. حتى السبب يمكن الكهرباء يمكن بقت حاجة أساسية فلا بد من طرق وقاية. يعني يمكن في الحريق اللي حصل نحن ما لقينا حاجة يعني الناس ما لقت حاجة فيه إنه كيف تقدر تتعامل مع الحريق يعني حتى ولو إنه يعني تقوم بإطفاء على الأقل. لكن في أقل من دقيقة ونص يمكن الحريق شبه وحصلت حاجات الناس بقت فيه إنه يا أخي دارت تخارج أو دارت تطلع برا الاستوديو يعني تنغز نفسها. فطرق الوقاية أنا شايف إنه مفترض تكون يعني شاملة كل حتى الكهرباء عندها طرق للوقاية وطرق لل يعني منع الحوادث والحريق وهكذا. الاستوديوهات تكون في مواد حافظة مواد مانعة للحريق تكون في حماية للعاملين في حاجات زي يعني لازم نهتم بالجوانب دي ودي كلها يعني اللي بيحصل لنا ده كله هي عبارة عن 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 أشياء يجب إنه في مقبل الأيام إنه نحترس لها. يعني أنا بعتقد مصطفى إنه مفروض يكون في إلمان بالنسبة للناس كيف هم يتعاملوا مع الحوادث اللي بتحصل دي. ده المفروض ده يتم أولا والأدوات اللي بتتم تكون موجودة عشان ما تقينا برضو من شر هذه الحوادث. نحن بنوعد المشاهد الكريم إنه في صباحكم زين وصباحات سودانية هيكون معنا فقرات من الدفاع المدني والمختصين بهذا الأمر إنهم يوعوا العاملين بالقنوات الفضائية والناس المتابعة أيضا لأنه يعني الحوادث تحصل في البيوت في الشوارع في أي مكان فلازم الناس تكون ملمة وحاصلة. عارف الحاصل. ونحن متواصلين معكم مشاهدينا من صباحات سودانية ومن استديوهات قناة S24 في هذا الصباح. جانب الآخر نورهان نجيب نلتقي لها إبراهيم برشل. نعم. مرحب بكم نورهان وبرشل هو منتجة في قناة النيل الأزرق. صباحكم زين أيضا بالتحديد مرحب بكم. صباحك زين رويدة وصباحك زين مصطفى ويمتد أيضا الترحاب وصباحات بكل الناس اللي انضموا لمتابعتنا عبر سودانية 24 هذه الفضائية المتميزة والمتجددة اللي نحن سعيدين أكيد بوجودنا معهم الليلة عبر هذه الإطلالة المختلفة من صباحكم زين وصباحات سودانية. ضيفي في الاستوديو بدر الدين إدريس برشل هو منتج برنامج صباحكم زين. بدر الدين أهلاً نورهان وأهلاً بالأخوة في سودانية 24 القناة الفدية وأنا سعيد وشاكر جداً لهذه الاستضافة وأقدر هذا العمل من الزملاء في سودانية 24. الحمد لله على سلامتكم وقدر ولطف الحمد لله أنه جاد على قدر كده. والله يا أخي ما أنا أقول الحمد لله على سلامة كل الزملاء اللي كانوا معنا في الاستديو وكل طاقم فريق صباحكم زين وكل الزملاء بفضائية النيل الأزرق الذين أظهروا يعني حبهم وانتمائهم للقناة من خلال البوستات اللي تنزل على الفيس والحدث بقدر ما هو مؤلم يعني بقدر ما أظهر لنا إنه حب أهل السودان للقناة الفتية قناة النيل الأزرق الشقيقة الكبرى لسودانية 24. التحية لهم أكيد ولكل العاملين في قناة النيل الأزرق والحمد لله أننا جاد على كذا والحمد لله على سلامتكم. وكمان تمتد التحية للزميل شركتي عبد العزيز ألف سلام عليه وما يشوف شر والحمد لله أننا جاد على قدر كذا. وبدر الدين خلينا نتكلم عن صباحكم زين. صباحكم زين هو البرنامج الرئيس يمكن في الفترة الصباحية لقناة النيل الأزرق. يا ريت نعرف المشاهدين ببرنامج صباحكم زين. برنامج صباحكم زين برنامج منوعات لطيف يهتم بقضايا الأسرة السودانية. حقيقة أنا انضميت له مؤخرا كان جميلة المنتج الرئيس أستاذ فرزدق ونسرين. بعد فترة أستاذ عمار شيلة مشكور كلفني بإنتاج برامج صباحكم زين فأنا قلت له أستاذ عمار أنا
برامج المنوعات دي ما ضليع فيها. فقام قال لي انت قدرة ان شاء الله. فهو دائما بحس فعلا كنت قدرة. والله يا ريت اكون كنت قدرة يعني ان شاء الله. فبعد ذلك وضعنا خطة انه نستمر في انتاج البرامج بشكل مختلف. وهو كان طلب مني قال لي يا اخي انا داير ضيوف مختلفين، داير فقرات مميزة. سبحان الله كان من اول اهتماماتنا انه نعمل برامج خاصة بالسلامة والصحة المهنية. وفي السبيل ده قعدت مع الجمعية السودانية للصحة والسلامة المهنية وصممنا حوالي 3 حلقات. فكل مرة كنت كان يعني طاقم العمل حريص، طاقم العمل حريص على انه يوري المشاهد ارشادات. وبعد الحادث يعني تاكد لي تماما احنا محتاجين لكورسات في التعامل مع هكذا احداث، رغم انه زملاء امس كانوا يتعاملوا بكل مسؤوليه مع الحدث. يعني احنا حنواصل الكلام عن صباحكم زين، لكن ينضم الان لنا عبر الهاتف الاستاذ عمار شيله القائم بامر اداره البرامج في قناه النيل الازرق. استاذ عمار يسعد صباحك. صباح الخير. الحمد لله على السلامة وقدر ولطف الحمد لله. الله يخليك، شكرا شكرا لكم. طيب أستاذ عمار، يمكن الحريق اللي حصل أمس واللي أدى إلى توقف البث في قناة النيل الأزرق يمكن لساعات معدودة أكد حب الناس لهذه القناة الرائدة والأولى في السودان، حابب تقول شنو لكل مشاهدي قناة النيل الأزرق؟ شكرا أول حاجة لـ64 ولكل مشاهدين الـ64. بطبيعة الحال نحن نشكر كل مشاهدي قناة النيل الأزرق وكل الوسط الإعلامي والصحفي. الحصول امبارح الحمد لله أنه تم تداركه بشكل جيد. تم احتواء الحريق بأنه ما وصل للاستديو الرئيسي لقناة النيل الأزرق. نحن ترتيباتنا ماشية من الليلة إن شاء الله خلال ساعات قليلة حنكون على حنعاود البث مرة جديدة إن شاء الله، وحنبدأ مباشرة في عملية إصلاح الاستديو القديم. يكون جاهز إن شاء الله خلال أسبوعين من الليلة بحيث إنه تشتغل كافة الاستديوهات ويرجع استخدامها بشكل كامل. احنا شاكرين الجميع حقيقة على وقفتهم الطيبة، كل الزملاء في الوسط تحديدا، خصوصا قناة إس24، وده طبيعي باعتبار العلاقة الخاصة بينه وبينهم. نتمنى انه نكون احنا الحصل الذي يدينا دفعة كبيرة انه نقدم ما هو افضل للمشاهدين قناة النيل الازرق، ونقدم خدمة تلفزيونية متقدمة تفيد الاعلام السوداني بصوره عامه. حصل امبارح ابرز الحاجات الايجابيه طلعت منه انه شكل العلاقه الموجوده في الوسط وشكل العلاقه اللي بتجمعنا بكل الزملاء خصوصا في القنوات الفضائيه الاخرى، وده الطبيعي حقيقه باعتبار انه الشعار الرئيسي انه الفضاء يتسع للتميز، انه العلاقه القائمه بيننا وبين كل الزملاء هي التنافس لتقديم خدمه اعلاميه وتلفزيونيه متقدمه، وده اللي احنا شغالين عليه. وبينما العلاقات الاخرى هي علاقات حميده وجميله وبتساعد في خلق بيئة وجو إعلامي متميز نستطيع أنه نقدم فيه الخدمة المطلوبة مع الحفاظ على العلاقات الطيبة اللي بتجمعنا بكل الزملاء. شاكرين لكم مبادرتكم وكثر خيركم. شكرا لك الأستاذ عمار فتحي شيلة القائم بأمر إدارة البرامج في قناة النيل الأزرق، وأكيد إن شاء الله هذه القناة ستعاود البث من جديد وما هي إلا استراحة محارب. شكرا برشل، نرجع لك من جديد. و يمكن أستاذ عمار ذكر نقطة مهمة، روح التعاون بين الزملاء خصوصا زملاء المهنة الفعلا أثبتوا أنه يعني وقت الشدة يمكن بنلقاهم أول ناس واقفين جنبنا وحريصين كل الحرص على هذه القناة الرائدة، وعلى أنه روح التعاون يكون موجود وخلق علاقات خاصة ما بين كل قناة وقناة. شكرا لك. أولا أنا شاكر لأستاذ عمار أنه شال عن كلاعب ثقيل جدا، فكل دقيقه بيجيني تليفون يا جماعه انتوا حتعاودوا البث بتاني. فالحمد لله بشر استاذ عمار انه خلال ساعات قليله ان شاء الله البث حيعاود. ثانيا انا يعني اشعر بالامتنان والفخر لاخواننا في السودانيه 24 القناه التوام، يعني البادروا اتصلوا بينا وغادوا مبادره انه نعمل الليل برنامج صباحكم زين ما يتوقف، برنامج صباحكم زين يتبث من خلال سودانية 24 من خلال صباح السودانية في توأمة جميلة بين البرنامجين. الحقيقة أنا جاي خاشي ما شعرت بالقربة في هذا المكان. من أول في الباب لقيت زياد، لقيت أخونا مأمون كان معانا في الترحيل، بعد شوية جاله أي بابكر صديق، شعرت بإلفة في المكان، حتى الأخوان خلف الكاميرات هنا الحقيقة ما بعرفهم لكن حسيت
بيوت بينه وبينهم في اثناء الفتره بتاعت ما بين الدخول على الهواء واعداد البرنامج، فكنا في مؤانسه لطيفه يعني شارك. فانا شاكر لهذا الجو الاسري اللطيف، خرجنا من الجو الحزين اللي امس كنا فيه. طيب استاذ بدر الدين، يمكن زي ما انت ذكرت هي توأمة بتخلق روح التعاون بين الناس وروح التعاون بين الفضائيات السودانية. نحن كيف ممكن إذا اعتبرناها إنها هي مبادرة، كيف نقدر نستفيد من هذه المبادرة خصوصا في ظل طبعا الظروف ما معروفة لقدام، وممكن يحصل يعني كم مرة حاجات زي دي، فالبث المشترك والتوأمة اللي بتخلق بين القنوات كيف ممكن نستفيد من هذا الموضوع، خصوصا إذا قلنا إنه ممكن الحاجة دي تطور وتقوي من الإعلام السوداني جدا. أول حاجة أنا أتمنى إنه ما يحدث تاني إن شاء الله ويحدث ما حدث من قبل أمس، أتمنى إنه يكون في احتياطات أكبر إن شاء الله. الليلة البث المشترك بينه وبين سوداني 24 بيأكد عمق العلاقة بين القنوات السودانية وما بين في التنافس بيناتنا لتقديم الأفضل. التنافس لازم يكون موجود عشان لتجويد العمل لتقديم أفضل ما يمكن للمشاهد السوداني، لكن لا ينفي إنه يكون في تعاون بيناتنا لتقديم خدمة أفضل إن شاء الله. والتعاون هسه موجود ظاهر هسه قدامكم في من خلال هذه الفقرة يعني، وإن شاء الله يستمر. إن شاء الله يستمر. نرجع مرة تانية لموضوع برنامج صباحكم زين اللي كنا بنتكلم عن فقراته، وكنا بنتكلم عن يعني عن طريقة تقديمه في الاستوديو على الفقرات اللي هو بيحتويها. برنامج صباحكم زين برنامج منوعاتي خفيف يقدم جرعة بتاع التوعية وإرشاد للأسرة السودانية، لأنه مستهدفين به في المقام الأول الأسرة السودانية في الفترة الصباحية. أغلب الموجودين الأمهات في البيت في الإجازة الصيفية، الأطفال وكذا، فمهتمين إنه من خلاله نقدم جرعة توعوية كافية في كافة مجالات. يعني مثلا البرنامج صحكم زين بيقدم فقرة عن كيف الصحة، وما في برنامج متخصص في النيل الأزرق هو صحة وعافية يقدمه الأستاذ الدكتور عمر محمود خالد، لكن برضو بنقدم إرشادات لطيفة خفيفة من خلال برنامج صباحكم زين. بنقدم برامج في الصحة النفسية، في التنمية البشرية، في المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع وكذا. لكن في فقرات في كبسولات خفيفة لطيفة يسهل هضمها من جانب المشاهد. فده بكل البرامج الصباحية في القنوات السودانية، ونتمنى إنه حتى المواطنين المشاهدين يتواصلوا معنا يدونا آرائهم في البرنامج، يقدموا لنا مقترحات للمشاكل الممكنة إحنا نطرحها من خلال البرنامج، وده موجود بالمناسبة وموجود يعني كثير جدا بيجينا يعني مقترحات بيجينا في المواصلات يعني إحنا ماشيين أثناء في أي مجتمع بنتناقش فيه، يعني عارفوا إن إحنا في قناة النيل الأزرق ولا، فيا جماعة أنتوا مفروض تتناول لنا المسألة الكذا، فأنا في المذاكرة طوالي هاي نشرك المشاهد في إعداد البرنامج يعني. ودي الرسالة الحقيقية، إنك تشرك المشاهد في إعداد البرنامج وتقدم له هو العاوز شنو، أي المشاهد عايز شنو، نحن نقدم له المادة المفروض هو عايزها من خلال الشركاء بيناتنا في الخبراء اللي يقدموا البرامج، المنتجين، كل الاستاف العامل من مذيعين ومعدين برامج. إن شاء الله عودة أقوى وعودة أجمل من خلال إطلالة برنامج صباحكم زين عبر شاشة قناة النيل الأزرق. أنا بشكر جدا بدر الدين برشل منتج برنامج صباحكم زين بقناة النيل الأزرق. شكرا. شكرا لكم في سودانية 24 على هذه الاستضافة. هي نحن تعودنا إنه نجلس خلف الكواليس، لكن نواجه الكاميرا دي أول مرة. إن شاء الله يكون وفقنا في تقديم ما يفيد المشاهد إن شاء الله. شكرا لكم. في شكرا لك بدر الدين، وعودة من جديد مشاهدينا للزميلة رويدة.